الملك مينا. مينا هو فرعون مصري قديم من عصر الأسرات المبكرة. هوية مينا موضع جدل بين علماء المصريات، فالبعض ينسبه إلى الفرعون حور عاها، والبعض الآخر ينسبه إلى الفرعون نارمر. سيرته: الملك مينا موحد القطرين، فرعون من الأسرة المصرية الأولى، مدينة طيبة الأقصر حاليا. استطاع أن يوحد القطرين المملكتين الشمال والجنوب حوالي عام 3200 قبل الميلاد، ولقب لهذا الفضل العظيم بعدة ألقاب مثل ملك الأرض، صاحب التاجين، نسر الجنوب، ثعبان الشمال. يعتبر الملك مينا مؤسس الأسرة الأولى الفرعونية. أصل الاسم: يذكر اسم مينا في بعض الكتابات المصرية القديمة باسم ميني، ومن ثم حرف المصريون الاسم إلى مينا، وهو أيضا اسم مسيحيا كان يلقب به بعض القديسين في الماضي. ومن الغريب أن كلمة ميني تعني باللغة المصرية القديمة يؤسس أو يشيد، فكان المصريين أرادوا أن يبجلوا عمله في اسمه. وبعض المؤرخين يؤكدون أن ميني فعل أو لقب وليس اسما. أما في اللغة القبطية المصرية فاسم مينا له مرادفات كثيرة، مثل ثابت أو راسخ أو مكين أو دائم أو باق أو مؤسس. إذا مينا يعتبر فاعلا للفعل ميني في اللغة المصرية. إنشاء قلعة الجدار الأبيض: فكر الملك مينا في اختيار مكان يتوسط مملكتي الشمال والجنوب لكي يستطيع أن يحكم منها مصر، فقام بإنشاء قلعة محاطة بسور أبيض وأسماها من نفر، وتعني الميناء الجميل أو الجدار الأبيض، والذي ما زال جزء منه متبقيا إلى الآن. وقد كانت منفر عاصمة لمصر في عصر الدولة القديمة، ثم أسماها الإغريق بعد ذلك منفيس أو طريق الكباش، ثم أطلق عليها العرب عند فتح مصر منف، وهي الآن منطقة ميت رهينة التابعة لمركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة.